مع انطلاقة الشوط الثالث والعشرون الخاصة بفئة الجعدان المحليات اللقاية الأصايل من مسافة الخمسة كيلومترات ضمن فعاليات هذا المهرجان مهرجان قصر الحصن لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وهنا في عاصمة ميادين السباق لنسخته الثالثة في ميدان الوثبة لسباقات الهجن. نتابع مقدمة الشوط، والمركز الأول سراب سيف بن سالم بن خلفان الكتبي من يتواجد على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني مع انطلاق هملول سهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي من وصل على ثاني التحديات، بينما المركز الثالث وصل سمحون مسلم بن بخيت بن ناصر النوبي العامري مقدما لاسم سمحون على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الأعزاء الشامي ناصر بن حمد بن قناص العامري من يقدم هذا الاسم على المركز الخامس، والمركز السادس هنا يتواجد شاهين أحمد بن سالم بن هدفة العامري يتقدم على المركز السابع. المركز الثامن وصل شعار ابو ظفيره محمد بن سالم بن عبيد ابو ظفيره العامري مقدما لاسم غازي من بدا يتسلل من مركز الى مركز وفي طريقه الى مقدمه الشوط، نتمنى له التوفيق. بينما المركز الثامن ثامن التحديات وصل الان انطلق مياس سعيد بن حمد بن حميد الدرعي من يتواجد هنا على المركز الثامن، بينما المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام سلهود محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي يتواجد هنا مع هذا الانطلاق، بينما المركز التاسع وصل معزز سلطان بن سعيد بن سالم السبوسي، والمركز العاشر هذا شعار بن بيشان بدأ يتقدم الآن اللكزس السيد حمد بن محمد بن بيشان العجمي وصل على المركز العاشر. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول إلى القيادة والريادة وشعار بوظفيرة على المركز الأول. يا سلام مع انطلاق غازي محمد بن سالم بن عبيد بوظفيرة العامري يقدم من غازي على المركز الأول والانطلاق الأول باحث عن السيارة باحث عن الفوز والانتصار. المركز الثاني الشامي على المركز الثاني لسيد ناصر بن حمد بن قناص العامري بن قناص يتواجد هنا في دائرة التحدي ودائرة المنافسة. المركز الثالث وصل عناد أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي أول نداء لعناد على ثالث التحديات. اشتدت المعركة واشتد النزاع مبكرا على مقدمة الشوط. المركز الرابع وصل هملول سهيل بن سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي من يتواجد هنا على المركز الرابع. المركز الخامس هذا زيزوم محمد بن سالم بن عوف الغيلاني يتقدم الان يتقدم على المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء، بينما المركز السادس وصل في هذه اللحظات مرحب جابر بن راشد بن محمد الهاجري على المركز السادس. المركز السابع يتواجد هنا ويتقدم في هذه اللحظات سلهود محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي على المركز السابع. اكتفي بهذا القدر، اكتفي بهذه الاسماء واعود الى مقدمه الشوط، اعود الى الاسماء التي تتنافس على مقدمه الشوط وعلى المركز الاول. القياده هنا مع شعار احمد بن خليفه بن حاسوم الدرمكي يقدم لنا هذا الاسم عناد على المركز الاول، عناد على مقدمه الشوط، بينما المركز الثاني من الجانب الايمن يا سلام التحديات هنا مع لوحة كيلو ونصف الكيلو ما تبقى عن الناموس، ما تبقى عن خط النهاية وعن المنصة الرئيسية. القيادة هنا مع عناد على المركز الأول أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي، المركز الثاني الشامي ناصر بن حمد بن قناص العامري، ولكن زيزوم محمد بن سالم الغيلاني يتقدم الآن. وصل الغيلاني انطلق على المركز الأول 1200 يا الغيلاني عن الناموس عن الفوز والانتصار، وزيزوم على الصدارة، زيزوم على الانطلاق الأول. يا سلام يا سلام، ولكن هنا مقدمة الشوط. يا سلام يا عناد لا زال على المركز الأول.
أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي مسيطرا على مدريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني وصل زيزوم محمد بن سالم الغيلاني يتقدم بنعوف الآن على المركز الثاني. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات بدأ يصل مبعد حمدان بن محمد بن حارب الدرعي يتقدم على المركز الثالث. ولكن مقدمة الشوط عناد معارض للجميع من أجل الناموس من أجل الفوز والانتصار من أجل السيارة. يا سلام وصلت الأسماء وصلت التحديات. محطم حمد بن عامر بن تريس المنصوري وصل على المركز الثاني. أول نداء لهذا الشعار المميز على ثاني التحديات. ولكن عناد 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 وشعار المنصوري شعار بن تريس وصل على المركز الثاني. يا مالك عناد ولكن عناد أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي وصل هنا. الله الله محطم حمد بن عامر بن تريس المنصوري محطم زيزوم عناد عناد زيزوم محطم. اللحظات الأخيرة زيزوم الناموس يبيل زيزوم الفوز يبيل زيزوم 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 سلام للسلطنة سلام محمد بن سالم بن عوف الغيلاني. تهانينا والناموس والسلامات إلى جعلان. هكذا مشاهدينا متابعي الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. المركز الثاني المركز الثاني وصل مع ثاني التحديات محطم حمد بن عامر بن تريس المنصوري. المركز الثالث وصل عناد أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. المركز الرابع جدل لسيد سعيد بن محمد بن مبارك المنصوري. وخامس المراكز سلهوت محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي. التوقيت الزمني كما تشاهدون على قناة ياس هنا لحظات التوقيت الزمني لحظات الفوز والانتصار. زيزوم محمد بن سالم بن عوف الغيلاني تهانينا والناموس له على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني قاطع مسافة 5 كيلومترات 7 دقائق لحظات الوصول.